call me a god. إذا كنت تريد تشتري أي أسلحة أو فضة أو أي حاجة تخص لعبة سكال أند بونز أو أي لعبة ثانية مثل ألعاب فيفا، ادخل على الرابط الموجود في الوصف ولا تنسى أنك تحط كود نوب. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو راح نتكلم فيه أو نكمل فيه عن الأخبار والتسريبات اللي تكلمنا عنها في الفترة الماضية. الفترة الماضية تكلمت كانت تسريبات فقط نزلت على جروب الديسكورد الخاص باللعبة، يعني ما أنها تسريبات معنى الكلمة، بس ما كانت خبر رسمي. بعد ما نزلت الفيديو يمكن 3 أو 6 ساعات نزلهم التغريدات ونزلوا في موقعهم الأخبار كاملة عن السيزن الجديد، ففي حاجات ما غطيناها في الفيديو الماضي تكلمنا عنها الحين. في البداية إذا كنتم ما متابعين القناة فهذا أسهل وأفضل طريقة في إنكم دعموا القناة عن طريق المتابعة، الضغط على زر اللايك عشان نظهر لأكبر عدد. وإن شاء الله الحين مكتوب لنا في اللعبة 1 يوم فقط باقي عن نهاية السيزن، ما أعرف هل السيزن الثاني بيبدأ مباشرة أو إنه بننتظر لحد بداية الشهر الجديد شهر 6. فإذا كنتم متحمسين صراحة أنا تحمست على الإضافات الجديدة، ممكن إنها بتخلي اللاعبين أكثر يستمروا في اللعبة. إذا كنتم متحمسين لها فنتلاقى في البحر وإن شاء الله نبدأ الفيديو الحين. فحاجة أتكلم فيها كذا على الطائر إنهم قالوا من ضمن الإضافات تكلمت فيها أنا في جروب الديسكورد، من الإضافات اللي سويوها في اللعبة إنهم أضافوا إيش اسمه، أضافوا الأوتوميشن اللي هو الكولكتينج، هذا اللي الحين أنا جالس أسويه يصير أوتوميتد. بس هل أنا بعين سفينة واحدة لكل ايش اسمه مصنع؟ اذا بيكون لازم عندي اسطول من السفن، اسطول واسطول كبير. انت تتكلم عن 70 مصنع، هل لازم يكون عندي 70 سفينة ويكون انا افضي نفسي فقط لحاجة معينة؟ طبعا مثلا هنا بعيد الجزر الساحل الافريقي وجزر الهند الشرقية بعيدة بتكون، فهل بتكون من ضمن الأوتوميشن ولا إنه ما بقدر لأنه يحتاج سفن قوية، سفن كبيرة، سفن مزودة بالأسلحة، لأنه بيكون في هناك ريسك، يعني إنك ترسل السفينة في ريسك. إذا كان المكان قريب أو السفينة قوية يكون الريسك منخفض، وإذا كانت السفينة ضعيفة يكون الريسك عالي. فهذه هي حاجة من الحاجات اللي إن شاء الله أضافوها في اللعبة في الفترة القادمة وفي السيزن 2. إذا كنا إذا قدرنا أن نمسك ونلعب باستمرار، فأتوقع أنه هذا هو الشيء اللي بيخلينا يعني نستمر. موضوع أنك أنت تحاول أنك تصنع أسطول من السفن القوية بغض النظر، يمكن اتوقع انه السفينة الافضل بتكون سفينة سنو لانها تحمل كميات كبيرة، لانه هذه السفينة بتبقى في المخزن او في المصنع تعبي لحد ما تمتلي فل، ومن ثم ترجع الى الجن يعني وايش اسمه سانت اين يعني باختصار. هذه من الحاجات اللي مطلع لها صراحة، ما اني ما يعني ما متحمس لها، بالعكس متحمس للتغييرات، لانه صراحة صدمتني اللعبة بالسيزن 1 انها سيئة. فنشوف التغييرات اللي بتجي مع السيزن 2 ان شاء الله ترجع البلاير بيس، لانه بصراحة الفترة الماضية البلاير بيس يعني انضرب ضربة كبيرة. أتوقع أنه هنا بيكون نهاية هذا المقطع، نهاية هذا الفيديو اللي بننزله في اليوتيوب، نتكلم عن هذا الإضافة الوحيدة، لأني ذكرت عدة إضافات في الفيديو الأخير. ذكرت عدة إضافات في الفيديو الأخير اللي هي
اللي هي موضوع يعني سيزن 2، لكن هذه ما ذكرتها ابدا. ف نشوف ان شاء الله ننزل هذا الفيديو نتكلم عن هذه النقطه فقط، نقطه الاوتوميشن اللي بتكون. النقاط الثانيه اللي تكلمنا عنهن انك يكون في هناك دفاع عن المصانع مالك. طبعا انت بتكون دفاع فيرسس كمبيوتر، بس انت بتقدر تقول له اني ما اريد ادخل هذا مثل ما ذكرنا سابقا، وعدة اضافات ثانية حاليا ما تحضرني حاليا ما تحضرني صراحة هذه الاضافات، بس ذكرتها في الفيديو الاخير. هنا تكون نهاية المقطع وبنكمل البث طبعا. نشوفكم فيديو آخر.